مساء الخير عليكم جميعا، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. جيت اليوم المول وناوي اروح مينيسو، في اغراض كذا ابي اشتريها. هذا وصلنا، في اغراض ابي اشتريها من مينيسو، ونفس الشيء بس الجوله. بخلي الفيديو نص جوله ونص اني اوريكم مشترياتي. شوفوا هنا قسم العطور، قبل كذا سويت لكم جوله عنها، ما راح اطول فيها. هنا قسم فرش الميك اب، هنا القطن، بس كل مرة أجي أحس يحطون أشياء جديدة. هذا كحل 3 في 1، شوفوا طقم الفرش هذا، سعر 39، في منه الألوان هذا بعد نحاسي. هنا قسم شنط الأطفال، هذا شكله حلو، بس وين أسعارها؟ شو هذه، تصلح مثلا الميك اب أو شيء، بس لها نفس السعر. هنا تحطونه، هذه سعرها 44 ريال. هذه هنا القسم حق الأظافر والحواجب والرموش، قسم كامل. شو الشناط عندهم، تهب مشناط عفوا، مخاد عندهم مرة حلوة. شو هذا شكله جدا لطيف، شوفوا مرة حلوة، جدا حلوة وناعمة، مرة ناعمة، سعرها 45 ريال، مرة حلوة. في بعد هذه لو ما تحبون رسمة حيوانات أو شيء، خفيفة نفس فكرة، تشوفون الأطراف. في هذه بعد، خمسة وأربعين سعرها. شوفوا الفرش هذه حق التمشيط الجاف، شايفينها؟ ما كان في الأشكال هذه كلها، في نوع ب10، المنقط هذه ذاك اليوم ما كانت موجودة، ب22 ريال، مرة حلوين. شو هذا الشناط والسفر، تحطون علب صغيرة للشامبو أو كريم أو أي شيء. هنا قسم الروائح حقت البيت عموما أو الغرف، أو تكرمون دورة المياه، بس ريحتهم مش واضحة لي. أسعارهم 29. شوف هذه شمعة وأعواد ريحة مع بعض، شوف هذا شكله حلو، في منه اللون الأسود، شوف أبيض هنا، شوف هذا بعد كيوت، مرة حلو هذا، جدا حلو. زي ما قلت لكم في الأسود هذا، في الأبيض هذا، لونين، شكله حلو عجبني. والخشبة الستاند اللي تحت أو الكوستر، هذا شكله حلو. شوف هذا الأشكال هنا، هذا حلو، برجعها. هذا شوف الوردي بعد حلو، مرة حلو الوردي. شو هنا نفس شو شكله،
كذا ينفتح هنا شكل من تحت، في لون وردي والسماوي، وهذه بعد تفكون القسطيرة بعدين تصير تفوح لكم. هذا أورانج، هذا توقع ما أدري إيش اسمه، مشمش أو خوخ، خوخ يمكن. القسم هذا دائما يأسرني، دائما أجي فيه، مرة حلو. شوف ثلاث قطع بعشرة، جبتها بحلوة. هذه بعد، هذه بعد ثلاث، لا هذه أربعة، أربعة بعشرة. أشكالها بعد حلوة، مرة حلوة، يعني حسيت صح مفرش مو بس إنكم كذا تستخدمونها كشكل أو تنشفون فيها. شو هذه بعد؟ هذه ستة بعشرة بعد. هنا قسم الملاعق، نفس البازل عرفتوا؟ تركبون قطع كذا، توم وجيري، فيه كذا شكل أو لون. في شنط، هذه شنط اللابتوب، هنا شنط اللابتوب على 55-45 كذا. في ألعاب، شوفوا هذه نفس التسريحة تحت، شوفوها ما أدري إذا واضحة لكم، ب 65. شو هذه بعد؟ إيش هذه؟ زي المطبخ ولا لا؟ لا لا، زي بيت تكرمون الكلب، مرة حلو. اثنتين بعشرة، كل شيء اثنتين بعشرة. بس كذا أخذت أغراضي من مينيسو، أتوقع أنتم متحمسين نفسي تشوفون الأغراض. أنا يعني كذا مبسوطة فيها، بس أبي أروح البيت وأفتحها وأبدأ أستخدمها الحين. بس أخلص كم شغلة في المول أروح البيت وعلى طول أصورها لكم وتشوفونها. خليك بس تصير هنا لما أخلص، وأصلا ما في أشياء كثيرة. أول شيء أخذته من مينيسو نفس لصقات الأنف أو لصقات الأنف للرؤوس السوداء، ما قد جربت من عندهم صراحة. تأخذ محل كوري ثاني ما أعرف اسمه، موجود في، يا ربي إيش اسمه، ما أعرف اسمه صراحة، ناسي. بحاول أذكره وأكتب لكم إياه وأنا أسوي مونتاج. حسيت إنه ليه ما أجرب، يمكن تطلع حلوة. بعشر ريال، خل أفتحها وياكم أشوف كم داخلها. كاتبين داخلها 10 شرايح، بس خل أشوف شكلها. هذا هي شريحة واحدة بالحالها، ما أدري، لازم أجربها وأرجع أقولكم كيف، حلوة ولا لا، استفدت منها ولا لا. بس هذا أول شيء. ثاني شيء أخذته من مينيسو البيوتي بلندر، هذه شكلها، أفتحها معكم. سعرها 10 ريال، حبيت لونها ما أدري ليه. بسم الله، تكون في داخل العلبة البلاستيك، افتحها. هذه بيوتي بلندر عادية، بس حبيت شكلها، سعرها 10 ريال. نفس الصحن مع ملاعق ونفس ملعقة اللي تبسط الكريم وكذا أو تخلط، جدا حلوة. أخذت بعد القطن هذا عشان العلبة حبيتها. أنا أملي إنه القطعة الوردية هذه تروح، لأني أبيها تكون ثابتة كيف في التسريحة. لو كان فيها الوردي ذا ثابت صراحة ما راح يعجبني، أنا أبيها تكون بلا شيء. خل أفتحها معاكم. شو هذه؟
تشوفوه هذا بيروح يعني بستكر. اقدر افتحه؟ لازم افتحه الحين صراحه، ما بيجي يصير اللون الوردي، احس كانها قطعه مراهقين او اطفال، ما احب الورديات اغراضي. بس كذا فتحت معي، شو شكله كيف كيوت. انا غلطت لو اني اخذت علبه ثانيه، واذا خلصت كان حطيت فيها القطن. احب العلب الصغيره اللي تكون للقطن لعود اذان. شكلها اخذت بعد المشط هذا، بس ما بيسوي انعكاس. حسيته حلو للشنطه، حجمه صغير وحلو. سعره 10 ريال، بس ما ابغى اسوي انعكاس. اخذت المشط الثاني هذا، حبيت جدا حجمه، حبيت لونه، بس ما عجبتني الرسمه اللي برا، حسيته حق اطفال ما احب. في ناس عادي عندهم انه ياخذون رسمات كذا، انا ما احب، احب يكون رسمي شيء. تمنيت ان ذا لونه فضي نفس هذاك، بس ما كان فيه. كان في لون ثاني بس كان زحمه، مسكت ايده كان فيها قطع كذا، ما ادري، حسيت هذا حلو، المسه حلو. سعره بعد 18 مو 10، بس حبيته يعني. حطه يا بادي. اخذت بعد المناكير هذه، شفتوني وقفت جهة المناكير وجربت مناكير كثيرة، كل الألوان اللي جربتها ما عجبتني، هذا حبيته. أحب الدرجة هذه من المناكير، خلي أوريكم إياها كيف يصير لونها. يصير لونها جدا حلوة، مو كأنه يعني تعرفون، ما كأنه مقوي، ما كأنه لون أبيض، لا يصير كذا لون ما أدري شلون، حلو يعني. خلي أوريكم إياها إذا جف يبان أكثر. شوفوا جدا حلو لونه، حبيته. كان سعره 5 ريال و50 هللة، 5 ريال ونص. ما بقى شيء. هذا الكيس الثاني، أول شيء فيه هذا المشط، جبته بنت أختي، بس طبعا فتحته هي، ما أخذت باقي. يوم كنا هناك فتحته، لعبت فيه بعدين رمته. غالبا بعطيها هي إذا جات، ما أدري، حسيته حلو للشنطة يعني، جدا حلو. وتسعر بعد الكيس هذا، الكيس هذا سعره 4 ريال، حبيته. شوف شكله كيف كيوت، ما ادري حسيته حلو. نسيت احط فيه اغراضها لو بتطلع طلعة خفيفة تطب، حسيته حلو. باقي اخذتها، شكله هذا حق المشط صح؟ هذا حق المشط. هير براش، شو سعره؟ 10 ريال. باقي القطعة هذه، هذه أكثر قطعة كنت أبيها آخر مرة جيت، كنت أبيها خلاص باخذها، بس قلت بروح وبرجع يعني، بلف في كورنر ثاني وبرجع، ونسيت، ما تذكرت ولا في البيت. يا بنات سعره يجنن، ب22 ريال، في 4 أكواب وبراد صغير قزاز. خل أفتحه معكم تشوفونه. حلو شوبه، بدي حبيت مسكته انه بلاستيك مو حديد، حلو مره حلو. وفي نفس المصفى داخل، يعني تقدرون انكم تحطون مثلا شاي اخضر، تقدرون تحطون نعناع، تحطون اعشاب معينه، او تحطون، شفتوا انا عندي قهوه من شركه ماكسويل، عرفتوها المجروشه الخشنه، احس حلو لو احط فيها شويه واخليها ترتاح بعد كذا اصبها، نفس الامريكانو. بسم الله. الاكواب 4. شوف هذا اول واحد، شوف اشكالها جدا حلوه، حبيتها. قزازها مو مره رقيق، لا حلو. بس هذه هي مشترياتي اللي خذيتها من مينيسو، اتمنى يا ربي تعجبكم. اذا عجبكم مقطع تنسون حطوا لايك واشتركوا في القناه، اشوفكم مقاطع الجايه باذن الله. مع السلامه.